دحام الصدام كاتب ومخرج مدير المنتدى الثقافي السوري. طبعا في الأونة الأخيرة صعدت دولة تركيا هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وسواء كان بالقصف المدفعي أو بالطيران الحربي أو من خلال المسيرات. طبعا طال هذا القصف المنشآت الحيوية المدنية الخدمية البنى التحتية، وأيضا هدد الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة بشكل عام برمتها. نحن نتوجه أولا للعالم الحر، إلى التحالف الدولي ضد داعش، إلى مسار أستانا كونه مسار ضامن، إلى أيضا خارجيات دول الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، الاتحاد الأوروبي، إلى كل منظمات الأمم المتحدة، هيئاتها، مؤسساتها، أن تقوم بلجم وردع هذا القصف التركي الذي طال المدنيين بالضرورة لأنه طال منشآتهم الحيوية. وأيضا نتوجه إلى تركيا بذاتها أن تفتح باب الحوار، أن تفتح باب المفاوضات، إذا كان هناك مشاكل معينة أن تساويها. تركيا دولة كبرى في المنطقة، يجب أن، ودولة جارة أيضا، يعني يجب أن تكون علاقتها مع دول الجوار هي حسن الجوار، وأن تقوم على الندية الكاملة وليس على مفهوم الغزو والحرب والقصف والتدمير وما إلى ذلك. أزهر أحمد، اتحاد التحقيق للجزيرة. الحقيقة بخصوص الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا، نحن لا نرى بأن هذه الهجمات هي جديدة نتيجة معاشرتنا وخاصة ومعرفتنا للتاريخ، بأن الحكومات المتعاقبة التركية هي لا تريد أي مجتمع ديمقراطي أو رسالة ديمقراطية أو بأن يكون هناك جوار ديمقراطيون يكون لهم مكتسبات ويعيشون يطوقون للحرية. فالهجمات الأخيرة جاءت لتهدم البنية التحتية لمناطق شمال شرق سوريا، هي التي شهدت استقرارا مقارنة مع المناطق الأخرى في سوريا، سواء كانت التي تحت سيطرة حكومة دمشق أو التي تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والاحتلال التركي أيضا، وكذلك أيضا لأطماع تركيا في محاولة لإفراغ المنطقة وإحياء داعش من جديد، وخاصة تتزامن هذه الهجمات الآن وخاصة تصعيد الغير متوقع في هذا الوقت تزامنا مع أحداث السجن الصناعي التي نعيشها والتي كان أيضا من خلفية الحكومة التركية والتي ضربت البنية التحتية الآن في مناطق شمال شرق سوريا، محاولة هدم الاقتصاد وكذلك أيضا نشر الذعر والخوف أو الإرهاب في المنطقة، كما قلنا تهيئة لتفريغ المنطقة وتغيير الديمغرافي مستقبلا لنية تركيا في التغيير الديمغرافي مستقبلا في المنطقة. لذلك نداؤنا لجميع المنظمات الحقوقية، جميع المنظمات الحقوقية، كذلك أيضا بجميع المثقفين وجميع السياسيين أيضا، بأن يكون لهم ردود أفعال صحيحة، ردود أفعال واقعية، بأن يكون أن يخرجوا من صمتهم، سواء كانت كما قلنا المؤسسات الحقوقية العالمية أو أيضا المثقفين عربا كردا سريانا أو حتى على الصعيد العالمي. نداؤنا على الصعيد العالمي بأن يصحو الضمير العالمي وخاصة المثقف في العالم بأن يصور ويدافع عن يصور الحقائق كما هي، بأن الحكومة التركية تحاول ضرب البنية التحتية للمنطقة ومنع أهل شمال شرق سوريا من تنفيذ مشروعهم الديمقراطي في المنطقة ومحاولة إنقاذ سوريا والإنهاء من الأزمة السورية.